عفى الله عنكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقول المرء هذه العبارة: بالله في هجاك ورجاك؟ يقول بالله في هجاك ورجاك. إيش؟ بالله في هجاك ورجاك. أو لا الله. العبارة بالله دعاء. إن كان يا الله هذا دعاء. في رجاك ورجاك لا بأس. ألتجئ إليك وأدعوك وأرجوك إذا كانت يا الله